بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، زوار موقع zeyusity.net، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. فكان من المفروض أن أتكلم في موضوع بعنوان حياة البرزخ، ولكن رأيت من الأهمية بمكان وباقتراب عيد الأضحى المبارك، فأحببت أن أتحدث في موضوع آخر بعنوان أعمال المسلم يوم عيد الأضحى. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وفي هذه الأيام، هذه أيام مباركة، لأن الله سبحانه وتعالى فضلها على سائر الأيام، وهي العشر الأولى من ذي الحجة. وفي العاشر من ذي الحجة يحل بنا عيد الأضحى المبارك. فعيد الأضحى المبارك هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عظيم في ديننا الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة المكرمة، أي لما هاجر إلى المدينة المنورة، وجدهم يحتفلون بيومين، فقال لهم: إن الله سبحانه وتعالى أبدل لكم يومين خيرا من أيامكم، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الأضحى هو يسمى كذلك عيد الكبير، أو عيد النحر، أو يوم النحر. فالعرب يسمونه بأسماء عديدة، منها عيد الأضحى. فماذا ينبغي للمسلم أن يعمل في عيد الأضحى؟ فأولا، ينبغي للمسلم أن يغتسل قبل أن يذهب إلى المصلى أو إلى المسجد. فالأفضل صلاة العيد تقام بالمصلى، وتقام في المسجد لعذر. أما إذا ما كانش العذر، فالأفضل أن تقام صلاة العيد بالمصلى. إذا لما كيغتسل المسلم، كيلبس أحسن الثياب اللي عنده، سواء جديدة سواء مصبنة، لا حرج. إما إذا كان عنده مثلا المال يشري الكسوة جديدة، ولا تكون الكسوة مصبنة، لا بأس. إذا لما كيدوش كيغتسل وكيلبس أحسن الثياب، هنا يخرج إلى المصلى متطيبا، كيستعمل الطيب. أما النساء، الإنسان اللي بغاو مثلا يصليو مع المسلمين في مصلى، المرأة تغتسل وتلبس كذلك الحجاب الشرعي، ماشي الحجاب المضاوي، ولا شي لباس ديال الزينة، ولا شي لباس كيكشف. إذن خص لابد يكون لباس شرعي، وما خصهاش تمس الطير، لأن المرأة حرام باش دير كولونية مثلا باش تخرج
من بيتها. هذا لا يجوز، لان المسلم كيقول ان المراه اذا دارت شي تيم شي كولونيه ودازت على شي قوم وشموا في هذيك الرائحه فهي زانيه كما جاء في الحديث الصحيح. المراه اللي بغات تمشي تصلي مع المسلمين ما خصهاش دير كولونيه، ما خصهاش دير تيم، لان المسلم حرم ان المراه تخرج بالطير. فجاء في الحديث الصحيح ان المراه الى مست الطير ومرت على شي قوم وشموا فيها هذا الرائحه ديال الطير فهي زانيه. اذن فالمراه خصها تحرص باش تكسب الحسنات ماشي باش تكسب السيئات. اذن المسلم كيخرج من دارو الى المصلى وفي الطريق يكبر، يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هناك انواع من التكبيرات، اذن الانسان يكبر الله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في السنه الصحيحه. والمسلم الرجل يكبر تكبيرات شهرا، اما المراه خصها تكبر سرا. اذن المسلم او المسلمه لما يوصلوا المصلى، المصلى ما فيها صلاه، لا صلاه قبل صلاه العيد ولا بعد صلاه العيد. راه كنشوفوا بعض الاخوه كيصليوا ركعتين قبل صلاه العيد. اذن هذه الصلاه صلاه مثلا نافله او تحيه المسجد راه ما كايناش، وانما لو كان قام صلاة العيد في المساجد هنا المسلم يصلي ركعتين ديال تحية المسجد. أما في المصلى غير يوصل المصلى يجلس ويبقى يذكر الله سبحانه وتعالى يكبر إلى أن يدخل الإمام. لما كيدخل الإمام كيأمر الحاضرين باش يقوموا لصلاة العيد. وصلاة العيد هي ركعتان، صلاة العيد فيها جوج ركعات. الركعة الأولى فيها سبعة ديال التكبيرات، إذن تكبيرات الإحرام زائد ستة ديال التكبيرات، فالركعة الأولى على مذهب إمام مالك. إذن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة ديال التكبيرات، وكذلك من وراءه من المصلين، ويقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين وسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية كيجيب الإمام ومن معه ستة ديال التكبيرات، تكبيرة القيامة لما كانوا الإمام والناس معه، من بعد كيجيبوا ستة ديال التكبيرات. إذن في الركعة الأولى كاين سبعة ديال التكبيرات في تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية كاين ستة ديال التكبيرات تكبيرات القيامة. وفي الركعة الثانية يقرأ الإمام جهرا بسورة الفاتحة، وسورة إما سورة الشمس أو سورة الضحى أو بأي سورة. إذا لما كيكمل الإمام ركعتين يقوم ل خطبة العيد. وخطبة العيد كاين خطبتين، إلا أن في بعض المذاهب كاين خطبة واحدة، وإنما عندنا في مذهب إمام مالك خطبتين. هنا خطبة العيد هنا كيذكر الإمام المسلمين بأضحية العيد وبفرحة العيد، وكما يذكرهم مثلا بالحج. أما في عيد الفطر كيذكرهم بهذاك الشيء اللي الحسنات اللي اكتسبوها في رمضان. وكذلك هنا الإمام كيحث الناس وكيأمر الناس بصلة الأرحام. هنا المسلم لما ينصرف من صلاة العيد هنا كيهني واحد كيهني الآخر، بعض كيهني البعض بالعيد، فيقول مثلا تقبل الله منا ومنك، أو تقبل الله منا ومنكم، أو عيدكم مبارك. هذه من التهنئة
التهنئه اي تهنئه العيد. لما كينصرفوا الناس من صلاه العيد من المصلى، كل واحد يذهب الى منزله. احنا كيتبادل كذلك تهاني العيد مع الاسره ديالو، وبعد ذلك احنا يهيئ نفسه لذبح اضحيه العيد. واضحيه العيد ما خص يكون فيها العيون، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اربعه العيون، ما خصهاش تكون مثلا عامية البين كيكون انه عوره، عوره يبين عورها، او مريضه يبين مرضها، او عشفة هزيله او مريضه. اذا ما خصكوش تكون عوره، ما خصكوش تكون مريضه، ما خصهاش تكون هزيله، وما خصهاش تكون كذلك مثلا مكسوره او كذا. اما اذا كان القرن ديالها مكسور مثلا مهرس، الى مهرس مثلا غير شويه لا حرج، ماشي مشكل. اذا كانت مثلا مقطوعه مثلا الاذن غير شويه ماشي مشكل، ولكن ما خصكوش تكون فيها العيوب الاربعه اللي ذكرت. ولما يمشي يذبح كيسمي الله سبحانه وتعالى، كيوجه الاضحيه ديالو اذا كيدير على الجهه اليسرى ديالها، كتقبل القبله ثم يقول بسم الله والله اكبر، اللهم ان هذا عني وعن اهلي، اللهم ان هذه الاضحيه علي وعلى الاهل ديالي. مثلا الانسان الذي لا يصلي هذا لا تجوز اضحيته. اذا الانسان اللي ما كيصليش ما خصوش يذبح الاضحيه. ربما اذا كانت المراه تذبح الاضحيه، راه المراه جائز باش تذبح لها الاضحيه. ولا اذا كان شي طفل مميز، طفل عنده 13 ولا 14 سنه كيميز الاشياء، اذا هنا ممكن يذبح حتى هو الاضحيه. المراه تذبح الاضحيه حتى ولو كان الرجل موجود. راه بزاف ديال الناس كيقولوا ان المراه مثلا ما خصهاش تذبح الا اذا ما كانش الرجل. اذا هذا اللي كيقول هذا الشيء انه ما طلعش على الشريعه الاسلاميه، ما طلعش على الاحاديث ولا على كلام ديال العلماء. اذا المراه ان جائز تذبح الاضحيه سواء كان الرجل موجود ولا ماشي موجود. لان ابو موسى الاشعري كان كيقول لبناتو مزوجين لا حرج كل وحده تذبح الاضحيه ديالها. اذا الانسان لما كيذبح الاضحيه او كيسلخ الاضحيه، اذا ما خصوش مثلا الانسان يفطر الى من يخرج المصلى، احسن ياكل من الاضحيه، ياكل من الكبده ديال الاضحيه. لما الانسان يسلخ الاضحيه ديالو وياكل من الاضحيه ديالو، هنا خصو مثلا واش غادي يدير؟ يهني الارحام ديالو ولا الاخوان ديالو، سواء بالتليفون، سواء بالميساج، سواء يمشي عندهم. لان اللي ما عندوش الوقت يتصل كذلك بالتليفون ولا يكتب شي رساله، هذا لا حرج. ولكن الانسان ما خصوش يقطع الارحام ديالو، لان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. راه قاطع الرحم سواء شحال ما عبد، سواء صلى، سواء صام، سواء حج، إذا كان قطع الرحم ديالو لا يدخل الجنة، يعمل ما شئت. فإذا قطعت الأرحام ديالو فلا تدخل الجنة، بسياق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. اللي كيقطع الرحم ديالو راه ما غاديش يدخل الجنة. إذا الإنسان كيتامر أنه كيعبد الله سبحانه وتعالى، يسبح الله تعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى، يصلي ويصوم ويحج، كيحج وكذلك كيمشي يشري الأضحية باش يدير السنة مؤكدة، ولكن كيقطع الرحم ديالو. كاين بزاف ديال الناس عندهم العداوة مع الوالدين، والوالدين عندهم العداوة مع الأبناء، وكذلك اللي عنده العداوة مع الإخوان ديالو ولا مع الأعمام ولا مع شي خالو ولا شي خالته ولا شي عمته. إذا راه المسلم ما خصوش يقطع الرحم ديالو، والمسلم خصو يمتثل امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى كيلعن قاطع الرحم، قاطع الرحم ملعون. اذا فلا يجوز للمسلم ان يقطع الرحم.
وأقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. فاللهم أدخل علينا هذا العيد واجعلنا من المسلمين الصالحين، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.